لو الحكاية فيها إن فيتو الشركات لمدة السنة لحين ما يقال يعني تثبيت إجراءات تنظيمية. الشركات معترضة على الموضوع ده، وزارة الصحة طلعت مبرراتها. حضرتك بداية شايف الأزمة دي إزاي؟ بعد ما ضمن الأنظمة المصرية برضه كانت طول ديت، احنا الوحيدين اللي بنفرد بهذا النظام، مفيش حدا في العالم كده يعني. انا كنت حاضر لهم مؤتمر بالظبط من حوالي اسبوع، هم بياكدوا ان انا عندي مشكله في نظام التسجيل. زي مثلا عندي المصنع ممكن يسجل 60 مستحضر، انا عندي الشركه ممكن تسجل 40 مستحضر. انا بساعد المصانع في مصر انها تقدر تسجل. استثمارات المصانع هتاخد وقت عكس استثمارات الشركات تبقى راس مال صغير. الدولة بتشجع على الصناعات الصغيرة، هنا بيتم محاولة صناعات صغيرة، فهي رؤية وعكسها. فانت شايفها ازاي؟ هو ده بقى، احنا برضه احنا نظام واحد مصري، ده ملوش مسيك في العالم يعني. اللي هو التصنيع ده الغير دوت موجود في مصر بس؟ بس موجود بره، بس في حاجات الناتشورال اللي هي الفود سبلمنت اللي هي الاعشاب، مش موجود في الادوية خالص. احنا برضه نظام فريد، مصري فريد، من ضمن القصة. طب حضرتك شايف ان دوت نظام مفترض ما يكونش موجود في مصر؟ لا لا، ما او معترض عليه او منتقده؟ طبعا معترض عليه كل الكليات. انا ليه يا دكتور؟ ملوش مبرر، مفيش احتياج ليه. مفيش احتياج ليه خالص، مفيش احتياج له خالص. حتى في موضوع تسجيل الدواء، المساعده في تسجيل الدواء، هم حتى كانوا قالوا على حوالي 15 شركات محليه تعتمد عليهم في موضوع التصنيع دوت والتسجيل. لا كل كلام يعني. انا القضيه ديت انا مش الغرفه ما دخلتش فيها خالص. لا ماليش علاقه بيها خالص، مش عاوز ادخل، مش عاوز ادخل نفسي طرف فيها لانها حساسه. و يعني هو برضو من ضمن الكلام الحساس يعني، هم حتى اتهموا في المؤتمر شركات الدواء والمصنعه في مصر انها بتحاربهم وهي ورا القرار دوت. لا القرار ده يعني، هو اللي انا المعلومات اللي عندي، القرار ده نتيجه ان واحد عنده شركه ليه 20 منتج، يروح عامل ثلاث شركات تانيين عشان يبقى ليه 60 منتج. فهو القرار ده الهدف منه انا بوقف الجديد خالص لغايه ما اراجعك اشوفك انت شركه جديده فعلا ولا شركه متفرعه من شركه موجوده، ولا شركه متفرعه من شركه ثانيه. وبعدين هل هنوصل مثلا النهارده في 12,000 منتج تحت التسجيل، هوصلهم 100,000 تحت التسجيل مثلا يعني، ولا ايه؟ مش فاهم، انا مش قادر افهم في ايه. ماشي اوكي، حضرتك كمل وانا اقول لحضرتك برضه على الجانب الاخر في المؤتمر. دي كان بيرد عليها بيقولوا ممكن فتره التنقيه دي تحصل مثلا خلال شهر شهرين. دكتور احمد، موضوع ارتفاع الدولار بيأثر على كافه الصناعات، ممكن بالاخص برضه بيأثر على صناعه حيويه زي صناعه الدواء فيما يتعلق باستيراد الخامات من الخارج. الازمه دي اثرت ازاي على صناعه الدواء في مصر؟ زودت التكلفه. لانه هو الفتره الاخيره هو البنك المركزي كان بيدبر لغايه من حوالي شهرين تقريبا توقف عن التدبير بالنسبه للخامات الدوائيه، فبالتالي عنصر زياده في التكلفه. توقف حتى الخامات الدوائيه؟ على الخامات الدوائيه حوالي شهر او نص شهر او شهرين. بتيجي انت عارف في يعني في خلل في النقد الاجنبي في البنك المركزي في الفتره الاخيره يعني، بعد ما رجعوا الوديعه القطريه والكلام ده. لا في مشكله برضه، مزود التكلفه 10% في الخامات. 10% لان هو فرق النهارده ما بين السعر البنك المركزي والسوق النهارده حوالي 10%. زودت 10% من ضمن التكلفه يعني. انت عندك انت النهارده الدولار زاد، بنتكلم على تكلفه الصناعه يعني. الطاقه زادت حوالي 50% تقريبا، لا 50% لا 3 اضعاف الطاقه اللي هو الكهرباء والغاز. يعني بالظبط يوليو 2013 ثلاث مرات. النقل زاد 40%. الوجبات الغذائيه زادت 50%. فكل دي تكلفه في الصناعه. والسعر ثابت. ما انا لسه بقى راح اقول الحاجات دي كلها، انا عندي اعباء كتيره جدا ومشاكل ماديه. والسعر ثابت. في نفس الوقت السعر ثابت. طب انا دلوقتي كصناعه ازاي بربح؟ بحقق ارباح ازاي؟ بتبقى في يعني ايه، في نوع من المنتج واخد سعر كويس يشيل يتحمل، ومنتج مش واخد فده بيشيل ده في الاخر يعني. ده بيشيل بس الارباح بتقل.
وفي الارباح يرموها. انا قلت يعني مش كله بيخسر بس الارباح بتقل، بس لو استمرين بالوضع ده هتوصل لخسائر. صح، ممكن توصل مثلا لخسائر بنسبه قد ايه؟ بمعنى النسبه دي يعني يعني انا دلوقتي عندي الاعباء كل ماده بتزيد، اوكي، وفي نفس الوقت انا كصناع ملتزم بالسعر بتاعي وهامش الربح ممكن يكون بيتراجع، هل ده ممكن بعد كده يحقق خسائر؟ اكيد هيحقق خسائر. ممكن احددها بنسبه؟ لا لا ما اقدرش احددها بنسبه. لا لا طبعا. طيب من ضمن الحاجات برضه يا دكتور احمد اللي انا قريتها ان السعوديه كانت بتعمل اعاده تسعير للدواء المصري، عايز اعرف راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ يعني اعاده تسعير دواء مصري، ان الدواء المصري مصدر ليها بيحصل له اعاده تسعير، هل المعلومه كده صح؟ لا ما سمعتهاش انا خالص. اعاده تسعير الدواء المصري مصدر لها وفقا لسعره الحالي في بلد المنشا. ما هو هم ماشيين كده اهو. ما هو دي مشكلتك، عندك مشكله التصدير، انت متسعره في مصر تسعير الادويه المصريه بسعر متدني. اه ما تيجي تصدريه بيسعر لك في الدواء اللي انت بتصدري ليه بسعر بسعر مصر، فما تقدريش تصرفي عليه في التسويق. يعني مثلا اي دواء، اقول مثلا دواء مصري ودواء اردني صدر للسعوديه، متسعر في مصر ب 10 جنيه ومتسعر في الاردن ب 30 جنيه. ما يعادل 30 جنيه. بيروح السعر في السعوديه، الدواء المصري بيبقى 5 ريال، الدواء الاردني بيبقى 15 ريال. الدواء الاردني بيعرف يبيع لانه بيعرف يسوق، الدواء المصري بخمسه ريال مش هيعرف يسوق. فدي برضو من الحاجات المؤثره على التصدير، مخليه تصدير الدواء حركته بطيئه جدا والحجم اللي هو لا يليق بصناعه الدواء المصري الحقيقه. يعني الاردن بتصدر قدنا حوالي تقريبا يمكن 8 مرات. ياه. لان واخد سعر كويس يعني في نفس، وعندما ما بتطبقش في السعوديه بس كل الدول. يعني كل الدول لما تيجي السعر عندها بتبص للسعر في بلد المنشا. هو عشان ما اقولش حضرتك، هو فينا في نساء حضرتك بتبص عليها صيدليات في مصر. مشاكل؟ اللي بتواجه الصيدليات في مصر. اه. يعني أول حاجة تقييم حضرتك ليها إيه كعدد كتواجد على الساحة، وفي نفس الوقت إيه هي أهم المشاكل اللي بتواجهها؟ هو طبعا في مشكله في الصيدليات بتاع الصيدليات في مصر ان العدد زاد قوي اكتر من الاحتياج. يعني لو بتتكلم في 63000 صيدليه ده عدد اجمالي اجمال الصيدليات اللي مرخصه يعني. 63000 صيدليه لو قسمتهم على 90 تقريبا تقريبا صيدليه لكل 1400 مواطن. صيدليه لكل 1400 مواطن. ايش ازاي؟ احنا عندنا بالظبط المفروض في صيدليات مصر ما تجيش عن 6000 صيدليه كمصر كلها؟ عشان يبقى الصيدلي عنده يبيع ويكسب ويقدر يعيش. طبعا كده ما حدش زيك في صيدليات كتير بتفتح وتقفل. ده انا مش قادر اتحقق اي ارباح. لا خالص مستحيل طبعا. بس في نفس الوقت انا ما اقدرش ارفض ان انا اعمل تقسيم. القانون بيقول 100 متر وبالتالي فالعدد بيزيد بالزبط. بس في نفس الوقت مش العدد لا مش صح. مفترض ان هو يقل لغايه 6000 صيدليه. كتير. طيب دي قضيه يعني عاوزه ملف كبير ده عاوز يتناقش تاني يعني. لا هو انا بصراحه ربنا يعني حتى خارج الحوار انا عارفه ان ملف صناعه الدواء في مصر بالنسبه لاي حد بيقعد في الغرفه ملف ثقيل. يعني هو فعلا عيب كبير يا دكتور، احنا عندنا مشاكل كتيره ومتعدده والمشاكل متداخله مع كذا وزاره، الصحه، الاستثمار، الصناعه، كل حاجه. يعني هو فعلا ملف ثقيل على حضرتك وانا مش عارف حضرتك ازاي يعني هتقدر عليه خلال الفتره اللي جايه. نقول يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب باذن الله يا دكتور. فانا كنت عايزه اعرف هو قطاع الصيدليات انا رايي كنت اعترضته قبل كده من فتره وبعيده تاني، يحصل تجمع للصيدليات. بمعنى الحي زي هنا مثلا، الحي بتاع المنطقه هنا مثلا نفترض فيه 20 صيدليه، يتفقوا مع بعض يعملوا زي شركه مش هيبقوا اثنين بس ويقفلوا ال 18 كانها شركه مساهمه. يعني ال 20 يشتركوا في الاثنين دول ويبيعوا المحلات بتاعتهم. يعني عاوزه تفكير بهذا الشكل ان احنا نقلص العدد وبالتالي كل واحد عارف الصيدليه بتاعته هيبدا يشوف له مكان تاني يشتغل فيه ومساهم برضه عنده في الملكيه وليها عائد. يعني عاوزه تفكير بس لازم العدد يقل. بس يمكن ده يا دكتور برضه مش مستساغ قوي في طبيعه التفكير المصري للاسف، يعني محدش هيتقبلها.
هو في فعلا زي ما بيقولوا في حلول خارج الصندوق، بس هي المشكله زي ما بقول لحضرتك في حاجه اسمها حلول خارج الصندوق، بس هي المشكله انها مش ذات يعني تقبل في عقليه الصيدلي المصري. طب مش هيتقبلها بقى لما بتقرص، لان هو للاسف الشديد هو الاهل اللي عندهم لهم دور برضه. الصيدلي بيتخرج ابوه عاوز يعمل له صيدليه زي الدكتور بالظبط. لا الدكتور مختلف، قصه مختلفه شويه. بس الدكتور استثماراته مش عاليه. الدكتور هياخد مكان بس وهيجهزه تجهيزات مش عاليه. الصيدليه لا تكلفة عاليه. للاسف الشديد الاب فرحان بابنه فتح الزخانه سنه واتقفلت، راس المال وعين راح كله. فهي محتاجة الناس تفهم الواقع، تغيير تفكير، لا تفهم الواقع، تغيير ثقافة كمان، تفهم الواقع. طب استكمال يا دكتور لملف الصيدلة، حضرتك شايف تقييم حضرتك ايه لقرار التسعير 499؟ حضرتك شايفه ايه ليه مميزاته وليه عيوبه؟ ليه مميزاته؟ ممكن نركز عليها؟ المميزات نسبة ربح الصيدلي انا مع رفعها طبعا، نسبة ربح الموزع مع رفعها، المقارنة بالسعر اللي هو المنتج الاول اللي هو بيسميه انيفيتور او المنتج الاول اللي هو 65% 70% انا برضه معاها. كل دي ايجابيات. ما دي الايجابيات من السلبيات انا ناسيها دلوقتي، انا دايما بحب افتكر الايجابيات بس مش بفتكر السلبيات. انا كنت فاكره مره حضرتك كنت بتتكلم على السلبيات. ما مش فاكر حقيقه يعني انا ناسي ايه السلبيات بتاعت الناس. السلبيات ما ينفعش تطبق فورا طبعا. ما ينفعش تطبق على المنتجات الحاليه. لان يعني عشان تطبق على المنتجات الحاليه لازم تحرك الاسعار عشان تغطي الفرق ده. يعني المنتج ما يقدرش يتحمل الفرق ده. اعتقد ده كانت سلبيه مش سلبيات. كان في ايه تاني في السلبيات؟ بس الحقيقه انا بره ملف ال 499.